طبعا خاف غير من الله. لا بشار ولا روسيا ولا ايران ولا حزب الشيطان ولا حسن زنبيرة ولا كلب من كليبة في الدنيا مانا خايفين منه، مانا خايفين غير من الله، والله هو اللي بيرحمنا، مانا خايفين من حدا. يساوي اللي بده اياه، نحن هاي ارضنا وبلادنا ودنيتنا، ما بنطلع منها الا على الجبانه وعلى الموت، ونحن على الموت شهاده او النصر، غير هيك ما عندنا. مرة هذا مضر بحق.